Hello, good morning students. The date is 18th of October 2020. Today is Sunday. Yes, we will talk about meanings. Okay, meanings. Okay, open your book page number 23, please. Open your book page number 23. Okay, reading. Has your room changed? Has your room changed? Okay. خلينا يا رابع نبلش نقرأ الكلمات. طبعا هذول أنا الكلمات طلعتهم من الدرس الموجود عندي بصفحة 23، والمطلوب يا رابع إنه إحنا نحفظهم إنجليزي عربي. ماشي، يلا خلينا نبلش نقرأهم. room غرفة، room معناها غرفة. changed تغيرت، changed تغيرت. since منذ probably محتمل أو ربما، probably محتمل أو ربما، probably. small صغير crib سرير طفل toys ألعاب fun مرح أو fun متعة. okay. soft ناعم أو طري rattle خشخاشة، لعبة هاي اللي بلعبوها اسمها إيش؟ rattle خشخاشة. okay، يلا خلينا نشوف المعاني الثانية. موبايل لعبة قابلة للحركة والدوران، موبايل مش موبايل الهاتف، لا، موبايل لعبة قابلة للحركة والدوران. kinds أنواع things أشياء choose اختار different مختلف little صغير chair شاركة remember تذكرة okay. safe آمن on خاصة أو ملك يعني إيش أنت بخصك ملكك on. أوكي يا رابع، بدنا نحل السؤال الأول الموجود بصفحة 23. أوكي، صفحة 23 في سؤال عنا موجود بصفحة 23 تحت القطعة الموجودة عنا، في عنا سؤال، يلا خلينا نقرأه مع بعض. On the chart below write what you had in your room as a baby. يعني اكتب ما كان لديك في غرفتك كطفل، يعني اكتب شو عندك، شو كان بغرفتك كطفل. and what you have now يعني ايش كمان، وما لديك الان، يعني what you have now يعني وما لديك الان. use some of the ideas from the reading وبعض ايش، واستخدم بعض الافكار بالقراءة، مثل such as bed سرير، toys ألعاب، colors ألوان، etc. إلى آخره. أوكي، عندنا هنا حاطين chart يعني مخطط. عندنا my room when I was a baby يعني غرفتي عندما كنت صغيرا، غرفتي عندما كنت طفل. طب شو كان مثلا بدك تكتب هنا، شو كان بغرفتك لما أنت كنت طفل؟ ممكن نستخرج، ممكن نطلع من القطعة الموجودة عندنا بصفحة 23. شو ممكن مثلا عندنا، عندنا ايش مثلا، كريب سرير، صح، عندنا كريب، عندنا كريب سرير، هاي كمان هاي موجودة كانت بغرفتك وانت صغير، سرير طفل، صح. وعندنا كمان شو يا رابع، عندنا مثلا هاي كريب، هاي أول واحدة، بعدين عندنا عندنا راتل، را
عندنا رتل، عندنا خشخيشة، لعبة الخشخيشة. أوكي، بعدين شو كمان عندنا؟ شو كمان عندنا ألعاب؟ عندنا موبايل، صح؟ أحسنتم، موبايل. عندنا كمان الموبايل، هي لعبة قابلة للحركة والدوران، صح؟ إذا هاي إيش؟ لما أنت كنت صغير، يعني غرفتك وأنت صغير، my room when I was a baby، بدك تكتب crib، موبايل، وراتل. أوكي؟ طيب، my room today، my room today، غرفتي اليوم، my room today، شو ممكن يكون فيها يا رابع غرفتك اليوم؟ ممكن يكون فيها مثلا لابتوب، لاب توب، لابتوب، لابتوب. وممكن يكون فيها شو يا رابع؟ ممكن يكون فيها، وممكن يكون عندنا يا رابع في ايش غرفتي الان او اليوم، ممكن يكون عندنا ايش؟ ديسك، ديسك فور ستادي، ديسك فور، بدي اكتب ستادي هنا، ستا ستادي، ديسك فور ستادي، مكتب للدراسة. ممكن يكون عندي مكتب للدراسة ولابتوب. اوكي، اذا my room today laptop and desk for study. اوكي تمام، وهاي هي الاجابات النموذجية يا رابع. هاي عندنا my room when I was a baby، crib، موبايل، رتل، crib، موبايل، رتل، هاي هم. وعندنا لما يكون عندنا my room today، غرفة اليوم، لابتوب فيها، وفيها ديسك فور ستادي، ديسك فور ستادي. بالتوفيق يا رابع. اوكي، الان يا رابع بدنا نحل السؤال الموجود بصفحة 23. open your book page 23 please. اوكي، عندنا السؤال الثاني اللي هو بي، احنا طبعا حلينا ايه، احنا بدنا نحل بي يا ربع، صح؟ يلا، look and match، look and match، عندنا انظر وطابق، انظر وطابق. طبعا بدنا نقرأ هذول الكلمات يا ربع، وبدنا نقارن بينهم وبين الصورة، يعني بدنا نشوف مثلا هاي الكلمة مثلا رتل بأي صورة بتيجي، وبدنا نوصل، بدنا نطابق، ماشي؟ طيب خلينا نشوف اول كلمة عندنا رتل. رتل شو معناها حكينا يا رابع؟ خشخيشة، صح؟ طيب وين صورت الصورة المطابقة لهاي الكلمة عندي؟ شو هي؟ هاي، صح؟ خشخيشة، هاي. إذا بوصلها مع هاي، إذا رتل خشخيشة، هاي هي الخشخيشة يا رابع. طيب كريب، كريب حكينا سرير طفل، صح؟ مش حكينا كريب معناها سرير طفل؟ طب وين سرير الطفل بهون بهاي الصور يا رابع؟ وينه؟ هيو موجود، وين؟ هون، هيو. اذا وصلناها لإله. طيب ديكوريشن، ديكوريشنز، ديكوريشنز معناها ديكورات، ديكورات مزخرفة، ديكور يعني تصميم حلو مزخرف، ماشي؟ طيب وين هون بتشوفوا انه التصميم حلو مزخرف، ديكور حلو مزخرف، وين بدي اوصلها؟ وين؟ إذن هاي، وصلها إلى هاي الصورة، ماشي؟ طيب آخر كلمة عندنا موبايل، موبايل، وإحنا حكينا إنه معنى موبايل هي لعبة قابلة للحركة والدوران. وين هاي يا رابع؟ وين بلاقيها؟ طيب هاي هي، هاي هي الصورة. وهيك وصلنا يا رابع الكلمات الموجودة عندنا بالأسفل إلى الصورة، وطابقناها بالصورة.